بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تقبل الله صلاتكم وصيامكم وصالح أعمالكم. سادة المشاهدين، نحن متواجدون حاليا بدار الشباب بدريان بالمقاطعة دير المنيعة، على شرف دورة للكرة الحديدية تشرف عليها جمعية الجيل الصاعد. طبعا معنا أحد منتسبي هذه الجمعية في كلمة يوجهها للسادة الجمهور، تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الدورة هذه هي دورة رياضية ضمت كامل المقاطعة الإدارية المنيعة من حس القارة حتى البلباشير، بمساندة مديرية الشبيبة والرياضة، وكذلك بالتنسيق مع دار شباب بدريان اللي دائما يساندونا في هذه الدورات لإحياء سهرات رمضان. بارك الله فيك، يعني نقدر نستخسوك على عدد المشاركين او عدد كما نقول الفرق. هذه الدورة تمثل في مشاركة حوالي 42 فريق على مستوى المقاطعة الإدارية المنيعة، قسمناها على النوادي الرياضية اللي هي ناشطة في رياضة الكرة الحديدية. إن شاء الله، وين تيكون إن شاء الله آخر؟ احنا في هذا البرنامج تاع الدورة هذه بين يوم الجمعة، وإن شاء الله نختتموه في يوم الجمعة إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك، ربي يجازيك خير. شكرا.